عيبك انك عايشه جوه نفسك. لازم تعيشي زي ما الناس عايشه، ولازم تعرفي ان زي ما الحياه اتغيرت العواطف كمان اتغيرت. بصي سيد فوفا عفاف يا ولا. ايوه صحيح، ازيك يا انسه عفاف؟ انسه عفاف، ده ايه الادب اللي نزل عليك ده كله؟ اسمها ابوكي، اسمها بابي. يخرب عقلك، عرفت تختار بصحيح. الاكله دي ما كتاش من 5 سنين، وانا ما بطلتهاش من 20 سنه. الحب اكبر من الفقر واقوى من الغنى، عشان كده انا هنا لاني بحبك. عملتي ايه في المدرسه النهارده؟ بورينج، ملل، نفس الطلاب، نفس المدرسين، مفيش اثاره كده، مفيش اكشن. طبعا يا باشا. ماما انت بقى خلصتي مذاكره؟ وهي المذاكره بتخلص، وبعدين ده هياخدك ويسافر، وانا ما اقدرش ابعد عنك لحظه. بعيد ايه بس يا مامي، وبعدين دي اوروبا، ساعتين ثلاثه هكون عندك او تكوني عندي. الو، ايه وحشتك؟ خلاص اوكي مش هتاخر. اعملي ايه يعني؟ وهو عامل ايه؟ كويس؟ كمان واحد. مساء الخير. كله رومانسيه في عنبر الكسور وسط البشر دي كلها. انت رايحه المستشفى؟ لا انا رايحه الديسكو. باي باي. عيل صغير عمل صوابعه كده هوك مسدس، وقال لصاحبه بريخ ترخ، قام صاحبه طوعه وزق له فيها وعمل له ميت، واهله قالوا ده ضخ وضخ. لو تعمل لي فيها رمزي يسبح تلاقيني حتشبسوت، تعمل لك نكد الهوبوليس عزرق منك برضه وفوت، تبقى الريل هعمل لك هارد حتشب فوق حدي لك ارض. ما تبكيش على عيني يا لا هنسى اللي عشته معاك، ولا اقدر في يوم انساك، بودع عينيك واتمنى جراح اللي جايه. لم لسانك يا ولا، عايز الاقي شحت هاجم على الدكان وابقى مبسوطه. مع بعضينا. بقول لك ايه، شفت فيلم طرانه في سينما هوينا؟ بلاش نظام الشحاته ده، المهم بس ما تعملها ليش حلوانه في سلوانه وتقلب الدكانه مخزن للزباله اللي بتبيعها. نسيب سوق الرجاله ونبص لك يا تصفيات الاكازيون يا بوايس ضناوي. اسمي نعمه يا روح انس. نعمه؟ طيب ممكن ابوسك واحطك جنب الحيط؟ فرخ صغير كده. فرخ ملوش لازمه الكلام ده يا ارا. معلم موظفينه بالثانويه يا ام كومساري يا اختي. عم اسماعيل وش الباب مفتوح، ما تيجي يا اولية قبلتي تتفرج. من اللحظه دي انت بره حياتي. اسمع بقى، الرجاله مش هيحلوا الموضوع ده، احنا محتاجين واحده ست. ومعاكم على الهوا دينا مندور. دينا؟ محتاج لي؟ ينفع نتقابل بكره؟ عاوز ايه؟ انا عايزك تساعديني. الموضوع ده انتهى خالص. يلا احنا قلنا نيجي وسط خير، انما الظاهر مفيش فايده. Did you finally find out that he loves her؟ احنا بوظنا له الدنيا. يا سيدي. في ايه تاني؟ ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. حاسب! حسوق بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه. هو كده افترى، عايز تخرج معايا؟ اه تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. بقول لك ايه يا زكي؟ نعم. ايه ده؟ ايه ده؟ روح انا مش خارجه النهارده. بجد؟ اه والله انا بموت فيك. إيه؟ بجد بجد. اتاخرتوا كده ليه؟ انا مستناكم من بدري يا عماد. بص انا خدت منه ميعاد نقابله انا وانت يا مصطفى. بص انا خدت منه ميعاد نقابله انا وانت يا مصطفى. ايه هو اللي اه؟ لا مش خطيبته. نظمي ده عن حب ولا تصليح غلطه؟ يا مصطفى احنا لا لازم لا نعرف لا اللابتوب ده فيه ايه. ايه ايه انت اللي ايه اللي انت بتعمله ده؟ عارفين ايه من الثلاجه دي؟ ثلاجه ثلاجه. على فكره هارون مأمنك جامد واسامه مأمن. وسمعني سلام، لو ما كنتش انت الدلال
عايزه ابلغ عن قضيه دعارة. الدكر ما عملش حاجه لك الدخله، ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. الزوجه الاصيله ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطه. في لقمه حلوه ليكي فيها. واخلص كام؟ 10,000 جنيه. سيبك ان العقد يساوي الرقم ده. هو ده هو ده بقى يطلع ايه ده؟ نضار الشمس ده يا بت ولا ايه؟ ايه انت بتراقبني؟ انت بتشتغل ايه؟ مهندس. وانا مش متجوز. بس انا ما سالتكش. انا حسيت انك هتسال. لا لا ما كنتش هسال. عمر الراجل كان هنا ده كان بيسرق. وبعدين هو خارج عمل لي يعني يمكن عينيه بتوجعه ولا بتهم. ايوه كانوا بيسرقوا. سوزوكي يا ماما بيجو. لا يا سي بلا سوزوكي بلا ايه بلا ميكانيكا فاضية. انا مش مرتاحه لك. ولادك دول ملايكه يا باشا ملايكه. انا هطلع تحت اشوفهم فوق. مين عايز يروح العيد ميلاد؟ انا اسر. دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا سامعه صوت. انا نجيبه متولي الخولي الاولى على الثانويه العامه وعايزه اشتغل. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. بين السرايات. يس ثانيه عايزه صرح شعرات وانا عايز كل فليكس عشان هننزل. اسر عايز يغير ويرضى. اسر مين؟ عمر مين؟ ماما مين؟ يرضى ايه؟ مين دار؟ ايوه حامل عبيطه تبيع حريتها عشان راجل يطول ايده عليها. انا ماما. ماما ازاي؟ ماتت ولا ايه؟ لازم اتجوز يوم 30 اتجوز. انا عايز عريس. انا دعوه جوازي. هتتجوزي؟ ما اتجوزي ليه؟ عند الحظ. يا نهار اسود انا صورتي على موقع جواز. انت بتثبتهم مش عاجبك؟ هم اللي بيضايقوني. اعتذر. انت مش انت عايزاه يعتذر؟ مش هدا قبل كده. تتحرس في كل الافلام العربي. بحبك. ما بحبش حد غيرك. انا رايي اتجوز. لا احنا كده هنعمل قضيه تحرش. المنطقه اللي اتخط فيها عصمه ابو شنب ما يخطيش فيها العوا. بس احنا عايزين عمليه كده تعدل الدماغ. تعدل الدماغ؟ توزن الدماغ؟ قعدتك مع بكوع الاداب هتخلي سمعتك هباب. انا حضرتك طمطم رافخ. في مساجين احتلوا المدرسه بتاعتك. اطلع يا اطلع انت. هو فين؟ هو في مجرمين واخدين اطفال رهائن في مدرسه. جونو بولوفو. لا انا بحب استخبى لوحدي. انا